معلش والنبي من غير تكليف، شوف شهاب بيه هيطلب منك ايه وخليهم يحضروه جوه في المطبخ. انا مش عارف ابراهيم خفي فين داهيه، على اذنك دقيقه واحده. امر حضرتك. انا جيت بدون ما تروق، شوف لي شي شغله تروقني. تحب تاخد دوش؟ شوف يا ميمي، تروق بلبنان يعني افطر بالمصري. طب وما فطرتش في لبنان ليه؟ طب تحب اقول لهم يحضروا لك انهي نوع من الروقان جوه؟ ممكن صفيحه لبنه، منقوشه بالزعتر، تبوله. ولا كاني سمعت حاجه. صفيحه لبنه يعني جبنه. صفيحه كامله؟ حضرتك هتفطر صفيحه كامله؟ عشان كده حضرتك مبيض. منقوشه بالزعتر وفتوش. يا راجل اسكت بقى. يا ميمي. ميمي ايه؟ شوف حد غيري يروقك. في ايه؟ الراجل شهاب بيه صاحبك ده عمال يقول لي فتوش ومنقوش كانه شافني طالع من فانوس، ده جاي يحقق احلامه هنا، ده عايز صفيح الجبنه، صفيح الجبنه، هو عشان يفطر يعكنن علينا احنا؟ انا هشوف ابراهيم فين؟ في ايه يا عم حسام؟ لغايه دلوقتي ما حصلش حاجه، وميعاد الامضاء قرب. يعني اعمل ايه بس يا شاكر بيه؟ اروح اقطع دراع عمي عشان ما يمضيش مع شهاب علوان؟ لا. انت لازم تعمل اي حاجه، لان الفلوس اللي انت هتاخدها ما هياش قليله لو العمليه دي رسيت عليا. لا بقى قليل، هزودك عشان تبقى مرضي. الله كده تمام.